أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اشتريت خيرين هنا وأعلم أن من حولي فيهم من يتبل بالعين. نعم. يقول عبد الله عنه: إذا اشتريت سيارة جديدة. نعم. وأعلم أن من حولي فيهم من هو يصيب بعينه. نعم. السؤال: هل هناك قياسية شرعية خاصة أم يختار الصباح والمساء؟ ما يا أخوان مسألة الوساوة، كل شيء عين وكل بيت العين عين. الواجب أن المسلم يتوكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالنفس، لا يصير كلامهم أنهم يصيبون بالعين. توكل على الله ويحسن الظن بإخوانه المسلمين. وأما استعمال الورد هذا مطلوب، يعني الإنسان يستعمل الورد والذكر هذا شيء طيب،